حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت نائبة رئيس اللجنة المالية البرلمانية إخلاص الدليمي إن أزمة الدولار في العراق هي صراع أمريكي إيراني اقتصادي انعكس ضرره على العراق. وتعربت نائبة رئيس اللجنة المالية بالبرلمان أن السيطرة على الدولار الآن أصبحت صعبة بسبب فرض العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية، إلا أن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة لا يمكنها احتواء صعود الدولار وإنقاذ الدينار من حالة الانهيار في ظل حالة الاستيراد العشوائية. أكد مختصون بالشأن المالي أن اعتماد الدينار العراقي والتومان الإيراني في التبادل التجاري بين البلدين تمنعها معوقات كثيرة، أهمها ميل الميزان التجاري لصالح إيران. وأضاف المختصون أن عدم التكافؤ سيؤدي إلى تكدس الدينار العراقي لدى الإيرانيين، وهي عملة ليست قيادية وتواجه محددات كثيرة في عمليات صرفها، ما يعني اضطرار الإيرانيين إلى شراء الدولار من السوق الموازية، لأنهم بحاجة ماسة إليه لتغطية احتياجاتهم في التعاملات الخارجية، وهو ما يجعل إيران تمتنع عن تطبيق الفكرة. أثار إعلان رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني شمول أكثر من مليوني أسرة بالإعانة الاجتماعية انتقادات اقتصادية، حيث أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل جميع مبالغ رواتب المشمولين. وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن هنالك من عد إعلان شمول الأعداد الكبيرة بالإعانة إنجازاً، إلا أنه في حقيقته عكس ذلك، موضحين أن هذا الإعلان يدل وبوضوح على أن الحكومة لم تعمل على إصلاح الاقتصاد ليكون اقتصاداً خالقاً للوظائف موفراً للفرص أو لفرص العمل، مما جعل المواطن العراقي يتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية. قال خبراء اقتصاديون إن عدم إقرار موازنة 2023 إلى الآن يؤثر على التعاملات المالية في الدولة، أحدها يخص النفقات التشغيلية. وأضاف الخبراء أن الشق الثاني الذي يشكل أزمة في التعاملات الدولية أو في تعاملات الدولة الآلية يتمثل في النفقات الاستثمارية الخاصة بتمويل المشاريع، سواء كانت قائمة أو متلكئة أو المشاريع الجديدة التي ستتوقف لعدم وجود تمويل لها. وأوضح الخبراء أن مخصصات النفقات الاستثمارية قد تصل إلى 47 مليون دينار، ما يوضح أهمية صرفها، لأن هذه المشاريع تخلق فرص عمل وتقدم خدمات. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 198 مليون دولار، فيما بلغت مبيعات البنك من مزاد الدولار خلال شهر تشرين الثاني أكثر من 4 مليارات دولار. وتوزعت هذه المبيعات ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية ب 1310 دنانير لكل دولار، وما بين البيع النقدي للمصارف حيث بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.